Athena for more than a function test. Could the high-test can differentiate, distinguish between obstructive and restrictive? As well as vascular diseases. Vascular diseases. Wait a minute. Should for such a high. لما أنا يكون عندي مثلا pulmonary hypertension or destruction increase pulmonary vascular resistance الايرويز بيجوز تطلع كله normal تفوزاتها اللونج فوليوم كاباسيتي از نورمال بدي اشي على الفاسكولار فاليوم احنا يلا يلا يبدي يطلع مطلوب زين يبدي يطلع واليوم فري اليوم فري يعني بيطلع يطلع اللي بده يرجع يرجع لان في تسجيل في بكره تسجيل بس يوم ما عدته طيب طيب رايحين اليوم نفحص اشي انه how much oxygen can diffuse, how much oxygen can diffuse from the lung to the blood per minute for every millimeter mercury pressure difference. يعني لو كان pressure difference هون كان 1-1 VO2 1 on 0. قديش أكسجين can diffuse per minute. هذا اسمه diffusion capacity of for oxygen. M70L CO بس هلا شوف ليش هلا او خلينا نحكي O2 بلاش CO O2 كمان مرة اليوم we are going to the third phase which is the vascular how much oxygen can diffuse ما تمتي مو يمنا oxygen consumption how much oxygen you consume at rest is 250 ml. لما أخذت cardiac output calculation استعملت بالرقم. During exercise it increases in marathoners 5 liters 5020 ضعف. In normal people like you يعني كان قول 3500 maximum. This is called maximum oxygen consumption او VO2 max في انا بحط النقطة هاي مشان تعني انه في flow per unit time يعني cardiac output تكتبوها هيك نقطة في flow يعني unit time اذا VO2 max بتزيد يعني بحسب 3-4-5 you are born with high VO2 max او low او medium Usually you cannot increase your VO2 max يعني إذا أنت عندك VO2 max 3 لتر يعني مينفعش تركض ماراثون حتى لو أنك ابن العيلة الإسلامية يعني واسطة رئيس الوزراء ما بزبط يعني بزبط في الأردن بزبط دول العالم الثالث متقدم بزبط بس برا لا يعني أقول لك فاس يقول لك أنت you go for حمل أثقال يعني شو حمل أثقال؟ يعني أنت ما بدك أكسجين كونسمشن حمل أثقال بدك وايت فايبرز فبياخذوا منك من الكوادريسبس بايوبسي بشوفوا يو هاف مور وايت ذان ريد بس بدك تروح على الماراثون بايوبسي لازم يكون عندك ريد انديورنس يو نيد انديورنس بيفحصوا لك كارديو كاربون تبعك الماكسيموم تبعك قديش بفحصوا لك
هذا الفحص لأن عم نحكي عنه diffusion capacity of the lung. هلا بنقول عندي vascular problem less oxygen diffuses. So it might be the only abnormal test in vascular pulmonary vascular disease. Again, I repeat. أنت من هذا المستوى؟ عيون صقر تلقى بس متحضري. لا والله مدح يا بنتي. وكيف انت ما ادري مش عارفه ان هذا مدح؟ تكون متكسبه ابتسام. على العين والراس. الله مش عايز بس انت هسه هاي مش مدح. لا والله دي كانت مدح. اسمعوا شوي. احنا بنحكي فلو. قانون اوم يساوي driving force على resistance فلو. الفلو هون هو الاكسجين consumption او الاكسجين how much oxygen diffuses from the lung to the blood. خلينا نحكي عنه هو الاكسجين consumption يعني 250 ml per minute. سوي driving force والpressure difference اللي هو PO2 alveolar إذا بدكم minus PO2 capillary. نحن عم نحكي قديش بمر من هون لهون من الالفيولوس إلى الكابيلاري. لا اسمعوا ما تحكوا يا بنات انت عم تحكي كثير. بليز تعالي عندي هون تعالي هون. طب تعالي هون بقول لك واللي جنبها التنتين تعالوا كمان حطوا تحطوا تعال تعال هون هذا هون الريزيستنس means how difficult عكسها how easy. فبدال ريزيستنس بنحط البيرميابيليتي لأنه البيرميابيليتي is the reciprocal of resistance. عكس resistance. Permeability, how easy? بس permeability كمان is another big expression. It's usually resistance يعني. فمرات احنا بنسميهم تسميات مختلفة. بالحالة هاي اللي احنا فيها باللنج راح اسميه انا diffusion capacity for oxygen. The diffusion capacity هو البرميابيليتي. How much oxygen can diffuse by pressure difference. Okay. إذن هي فبنيجي نشوف مشان أطلع diffusion capacity إذن بدي أشوف الفلو على ثلثة بي أو تو. إذا بدي أحط O2 بحط O2 والفلو أوف O2 اللي هو سهل هذا. كيف يعني؟ أنا بخليك تتنفس from a closed box for 10 minutes وأنا I know how much oxygen I have before you started and how much oxygen finally is there. So the difference is how much you consume during 10 minutes. بقسم على 10 بطلع في 1 minute. إذا الأكسجين consumption شغل سهل تنعمل تمام. إذا هاي الفلو ضلت هاي إذا قدرت أحسب هاي خلص هاي صارت سهلة ما بدي أقول هالشرح يعني. فبنيجي هون بنشوف نطلع بنقول شوفوا كيف ها. الأكسجين هون كان PO2 الفيولار قديش قلنا 100 وهون الانترانس اوف ذا كابيلاري كان 40 الفرق بينهم 60
إذا دلتا بي أو 2 60 في النقطة هاي، بس اللي بعديها صار 50، واللي بعديها صار 40، واللي بعديها صار 30، واللي بعديها صار 0، واللي بعديها صار 0، واللي بعديها صار 0. في مشكلة. وأنا بدي أشوف how much this membrane من أول لآخره. قديش بقدر أعتمد عليه؟ how much can allow oxygen to cross. أنا بهالحالة راح يطلع معاي بس بهذا بتلت. طبعا كيف بدي أحسبها؟ باجي بقول ناخذ الأفريج 60، هون 0، الأفريج 30. هون الأفريج 0، هون الأفريج 0. 0 زائد 0 زائد 30 على 3 يساوي 10. يعني هاي تجارة جحا، ما بتقدر تعرف. إذا there is no way you can measure delta PO2. No way. The same thing applied to PCO2. نفس الشيء، ما PCO2 كمان equilibrate هون. وأنا بدي أفحص كل الممبرين. فأنا داجي بستعمل غاز أول أكسيد الكربون CO. CO هلا خلينا نحكي هون PCO. In very small fraction, very small amount. CO once it enters the blood immediately binds with hemoglobin forming carboxyhemoglobin. So its partial pressure remains zero in the blood. So delta PCO هو عبارة عن PCO alveolar ناقص zero. بالتالي لما يعمل expiration قيس CO في ال expiratory air هذا هو delta PCO. إذا CO is appropriate gas to measure the diffusion capacity of this membrane. أنا عم بفحص الممبرين، أنا مش عم بفحص CO. فهو الممبرين نفسه للCO، نفسه للCO2، نفسه للأكسجين. هلا diffusion capacity زي ما أنتم تعرفوا diffusion capacity of the lung. تعتمد على الأريا، how much area you have. احنا قلنا عندنا اريا بين 50 ل 100 متر مربع. وهاو ماتش ثيكنس دو يو هاف؟ قلنا هي عندنا اياها 0.2 ل 0.6 مايكرومتر. هذول التنتين البروبرتي اوف ذا ممبرين، وهذا اللي عم بفحص فيه. ضرب السوليوبيلتي اوف ذا غاز كان سي او على سكوير روت اوف مولكيولار ويت اوف سي او. مولكيولار ويت. للأكسجين to be one. واحد صحيح. إيش؟ هذا يكون relative بالضبط للسوليوبيليتي وللمولكيولار ويت، الجذر التربيعي تبع للسي او 0.8، للسي او 2 20. لأنه السوليوبيليتي 20 مرة أكثر للسي او 2 من الأكسجين. فأنا راح يطلع معي الديفيوجن أو الـ شو اسمه هاي الديفيوجن كاباستي في the lung for CO يساوي 17 مل per minute لكل مليمتر mercury pressure difference. إذا بدي إياها
الأكسجين بقسم على 0.8 يطلع 21. إذا بدي إياها الـ CO2 بضرب في 20 بتطلع 400 وهكذا. إذا هلا اليوم أنتم بس تعرفوا معلومتين. أول معلومة إنه to measure the diffusing capacity of the respiratory membrane for different gases you use CO, not oxygen, not CO2. بعدين you extrapolate the results according to the diffusion coefficient. حسبنا الـ diffusion coefficient للأكسجين واحد إذا طلع 20 أنا طلع 400 للـ CO2 تضرب 0.8 بطلع للـ CO 17. طبعاً طلعنا من الـ CO وطلعنا من البقية. هلأ ما زال بحكي عن الباب ايش طريقة ثانية خلص يا ابني والله طريقة غيرها ما في ولا تزيد ولا تنقص. هلا السؤال هو كما يلي راح اضلني شوي في البلاد فلو. انتم امبارح اي ساعة كان عندكم فيزيولوجية؟ واحدة الثانية يعني اول واحدة 12 انتم الثانية. طيب شباب انتم بالاخير تجوز تعالوا هون عندي تعالوا جاي بسرعة ابوي تعال عندي اسمعوني شوي. في عندي هلا انا هون خلينا نكمل على الفاسكولار شوي. في عندي كابيلاري الكابيلاري الدم بفوت فيه من هون بيطلع من هون. الكابيلاري اصلا هو الدم جاي له من الارتيريال والمنري ارتيري. ففي عندي هون بريشر الفيولر بريشر وفي عندي هون كابيلاري بريشر هايدروستاتيك بريشر. اذا البريشر هون اعلى من هون معناته هذا سكر ما في دم بيمر. لما ما في دم بيمر معناته هون الترفيوجن بهاي الاريا صارت زيرو. يعني ما استفدنا من الفنتيليشن صار فنتيليشن ترفيوجن ريشيو صارت انفينيتي. مظبوط بحكي؟ إذا أي في حالة إنه الألفيولر بريشر أعلى من الكابيلاري بريشر. يعني doesn't make sense أصلا. بصير هيك أنت you are wasting your ventilation. إذا هذا بده يصير اسمه الألفيولر wasted volume. أنا أحسن إشي عندي لما أجيب هواء أجيب دم. ما ينفعش اجيب دم